هناك مصالح اقتصادية في شرق المتوسط، وغزة ضمن خارطة هذه المصالح على اعتبار أن هناك غاز موجود قبالة ساحل غزة، وتعرف بأن هناك طريق جديد تحاول أوروبا إنشاءه ليكون بديلاً أو منافساً لطريق الحرير الصيني، هذا الطريق الذي وصفته رئيسة المفوضية الأوروبية بأنه مستقبل أوروبا، والذي يصل أوروبا بآسيا عبر الشرق الأوسط، وإسرائيل في مركز هذا المشروع. أين يمكن أن تكون المصالح الاقتصادية عامل لاستمرار أو إيقاف هذه الحرب؟ إننا في وضع تزداد فيه حدة المنافسة الجيوسياسية يوما بعد يوم، والاتحاد الأوروبي بالطبع يحاول أن يكون جزءا من هذه اللعبة الجيوسياسية. الخصومة الجيوسياسية لديها نواحي مختلفة، نراها مثلا على المستوى الاقتصادي بين الصين والاتحاد الأوروبي. لذلك عندما تتحدث عن أي طريق نحو آسيا يتصل بالاتحاد الأوروبي، فهذا أمر لا تلعب فيه الدول الصغيرة الدور الحاسم. الأمر لا يتعلق برغبة الدول الصغيرة، إنها سياسة الاتحاد الأوروبي التي يرى عبرها كيفية تحدي الصين في المنافسة التجارية الدولية. ومن ناحية أخرى، لدينا حرب أخرى مستمرة في أوكرانيا، وهناك مشكلة أخرى مع روسيا على أي حال. فالتعاون في مجال الطاقة قد يكون جزءا من عمليات المصالحة والسلام. على سبيل المثال، إذا كنت تريد إيجاد تعاون في شرق البحر الأبيض المتوسط في مجال الطاقة، فيجب أن تشمل جميع البلدان. لكن هناك تحديات تفرضها إسرائيل، ومن بينها أنها تصر على إبقاء تركيا خارج هذه المعادلة. هذا شيء لا يساعد، ولكن مع هذا النوع من الأزمات الجيوسياسية قد تكون هناك نوع من الفرصة السانحة لنا لإعادة التفكير. هذه المصالح الاقتصادية والتنافس الجيوستراتيجي في المنطقة وتحديدا في الشرق المتوسط، هل هو عامل سيغذي هذه الحرب أم أنه من المفترض أن يساعد في إيقاف هذه الحرب؟ الأمر يعتمد على كيفية إدارة النخبة السياسية لهذه القضية. إذا جرى استخدام الطاقة لتغذية الحالة العدوانية، فمن المؤكد أنها لن تصب في صالح المنفعة المشتركة والسلام. وإذا استخدمناها لمجرد تحدي البلدان الأخرى، فهذا لن يحدث أي تغيير في الوضع القائم. وأنا أعتقد بعمق أن شرق البحر الأبيض المتوسط يمكن أن يكون منطقة للتعاون، حيث يمكننا أن نرى جميع الأطراف يستفيدون من ذلك. على أي حال، نحن نتحدث عن الغاز الطبيعي، وهو مصدر طاقة يحاول الاتحاد الأوروبي الاستغناء عنه، حيث لديه عشرات البرامج لذلك، ويسعى للتحول إلى اقتصاد أكثر صداقة للبيئة. لذلك لدينا فترة زمنية محدودة يمكننا فيها استثمار أهمية الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط. إذا استكشفنا الأمر من أجل المصالحة وصنع السلام، فيمكننا إحداث الفرق. لكنني لا أعتقد أن حكومة اليمين المتطرف التي يقودها نتنياهو يمكنها المساعدة في هذا الاتجاه. نذهب إلى بعد آخر، وأنت أستاذ للتاريخ السياسي في جامعة قبرص وتميل للحديث في التاريخ. قلت بأنه أوروبا أمام مسؤولية تاريخية أمام الفلسطينيين وأمام اليهود. كيف يمكن أن نفهم المسؤولية التاريخية وترجمتها الآن كسلوك سياسي على الأرض؟ بالطبع، ليس هناك شك في أن معاداة السامية كانت مرضاً مسيحياً أوروبياً. لم تكن هذه المشكلة موجودة في المجتمعات الإسلامية قبل إنشاء إسرائيل. لقد كانت معاداة السامية ظاهرة أوروبية منذ القدم، وقد تفشى الأمر في أوروبا ليتخذ منحاً أوصل إلى المحرقة والفاشية. وبهذا المعنى، فإن معاداة السامية هي نوع من المسؤولية الأوروبية المباشرة. لكن في الوقت نفسه، فإن الفلسطينيين الذين أصبحوا بلا مأوى اليوم هم أيضا نتيجة للاستعمار الأوروبي. لذا فقد خلقت الحضارة الأوروبية والحضارة المسيحية معاداة السامية، وقد دفع الاستعمار الأوروبي الفلسطينيين لأن يكونوا بلا مأوى. وبهذا المعنى لدينا مسؤولية كأوروبيين. وبالطبع أنا من قبرص وأريد الاحتفاظ بمسافة، فقد كانت بلدي مستعمرة، نحن لم نستعمر أحدا.
لكن على هؤلاء المستعمرين فهموا أن لديهم مسؤولية أخلاقية وسياسية يتحملونها تجاه كلا الشعبين، وعلينا أن نوقف أي نوع من معاداة السامية، ولكن في الوقت نفسه علينا أن نعمل جاهدين حتى يكون للفلسطينيين وطنهم. وهنا تقع المسؤولية السياسية على النخب السياسية في أوروبا، وهذه طريقة أيضا لتضميد جراحهم عبر النظر إلى الماضي الأوروبي بطريقة نقدية ولشفاء جراح الماضي، لأننا في أوروبا لا يمكننا المضي قدما من خلال تجاهل ونسيان ما حدث في الماضي. كما ترون ألمانيا على سبيل المثال تقوم ببعض العمل فيما يتعلق بمواجهة الماضي عندما يتعلق الأمر بالمحرقة والفاشية، لكن عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين فإن ألمانيا لم تجد طريقة حتى الآن للتحدث بلغة الحقيقة. يتعين على أوروبا أن تفهم بهذا المعنى أن لديها مسؤوليات أخلاقية وسياسية تجاه طرفي الصراع، والمخرج هو وضع سياسات للسلام، ولكن قبل ذلك الاعتراف بدولة فلسطين. لا يمكن دعم حق الإسرائيليين في وطنهم من خلال جعل الفلسطينيين بلا مأوى، هذا أمر غير مقبول، وعلينا هنا أن نستثمر أكثر بكثير كاتحاد أوروبي، وسوف أناضل من أجل ذلك مع آخرين مثلي.